السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الدولي الجزائري رايان ايتنوري مع فريقه ولفرهامبتون ضد فريق ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز للجولة 22 في البريمير ليج. سوف نتعرف على ما قدمه والتحدث على كل ما قدمه، كذلك التعرف على التقييم الذي حصل عليه رايان ايتنوري في مباراة اليوم. قبل البدء في التفاصيل والزمار والتحدث عن الجزائري، اتمنى منكم الا تنسوا الاشتراك للفيديو لقاء جديد، ونبدأ على في التفاصيل أكثر والتحدث عن النجم الجزائري رايان أتنوري. رايان شارك أساسي تشكيل فريقه ولفرهامبتون ومدربه لوبيتيغي، وللأمانة قدم مباراة كبيرة ورائعة. لاعب يتميز بالمراوغات الجيدة، لا يفقد الكرة كثيرا عندما يكون يراوغ، كذلك طريقته بالخروج بالكرة تكون جيدة بدون أي أخطاء، على الرغم من أنه يكون هناك ضغط عليه، لكن يخرج بالكرة بسلاسة عالية وبرشاقة. كذلك التمريرات تكون صحيحة. للأمانة هذا اللاعب شوفه يشغل تنافسية في الظهير الأيسر لدى المنتخب الجزائري مع رامي بن سبعيني في مركز الظهير الأيسر. قدم مباراة كبيرة رائعة، والدليل نال تقييم رائع بتقييم 7.1 كتقييم على أدائه وعلى مردوده. هذا هو كل شيء من خصوص الدوري الجزائري رايان أتنوري في مباراة اليوم. أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك، لايك الفيديو في لقاء جديد، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.